إذا الوجوه خلت من نور سدتها لم تستحق غداه الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، وإذا خلى المرء من علم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه لسانا. استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من عالمنا الجليل فضيلة الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية. أيها السادة، في ليلة هي ليلة العلم والقرآن التي جاء الجميع مشاركا لعالم جليل وهو الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر والداعية الإسلامي والمتحدث بالإعلام العربي والديني، مشاركة له ولأهل هذا البلد الطيب، أهالي قرية جريس مركز أشلام بمحافظة المنوفية، في وفاة رجل رحمه الله هو الحاج سيد متولي منصور. الكل يشارك، وأراد الله أن يكرم هذا الرجل لأنه أحب القرآن وأهل القرآن. معنا كوكبة من القراء بالإذاعة والتلفزيون المصري، ومن السادة القراء الأفاضل، ومن السادة العلماء، ومعنا أيضا الأستاذ الدكتور عبد الله الخولي مستشار السيد رئيس الإذاعة المصرية، ومعنا أيضا المهندس طارق عبد المطلب بالهندسة الإذاعية. أيها الإخوة الكرام، ننتقل من روضة القرآن الكريم إلى روضة العلم، ثم نعود ثانية إلى رياض القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. معنا في هذه الليلة المباركة كوكبة من القراء، نستمع إلى فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوم القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعبد الله مخلصا
فاعبد الله مخلصا
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار 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 خلقكم من نفس واحدة ثم جعل من خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل
وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يا يا خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ذلكم الله ربكم له ذلكم الله إن تكفروا
ربي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة قل يا صدق الله العظيم. وما لي خالق أبدا سواك تراك إذا رأيت الكون عيني وأنت الله أعظم أن نراك. استمعنا واستمتعنا أيها الجمع الكريم بهذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ونحن هنا نقدم واجب العزاء في فقيدنا الحاج السيد متولي منصور شقيق عالمنا وأستاذنا الجليل معالي الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الداعية الإسلامي الكبير أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر الشريف وعضو اللجنة الموحدة لاختيار واختبار القراء والمبتهلين باتحاد الإذاعة والتلفزيون. شرفنا بالحضور من السلك القضائي معالي المستشار حمدي الشنوفي، ومن رجال الأعمال الوطنيين معالي الدكتور مصطفى أمين مذكور.